إذا سعداء برؤيتكم السادة في آنستي أعز عين الدار الكرام في قاعة مولاي يوسف فهد مباشر اللي كيعرف الجديد تسجيل الهدف الأول على بعد مرور حوالي دقيقة من انطلاقة المقابلة المزامزة كتفتتح التسجيل في مرمى مولودية صقريبكة والمسجل على ما أظن يوسف المزراعي بعد قذفة أو عفوا زكريا المزراعي بعد قذفة قوية ما كتركش حد الحارس عز الدين حرشي كتشوف 1-0 بينما فلاح وجها لوجه مع الطالبي عند ديكو يا 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 حدث هذه خطيرة هذه يا 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 برافو حرشي ارتماء انتحارية الحارس مولودية صقريبكة حرشي ديكو يا 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 برافو مرة أخرى حرشي فلاح أو خطيرة وحرشي برافو حارس كيتاكي اي اي فلاح فلاح كيقذف اي 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 حارس فلاح اش غيعمل مازال محتفظ بها وجهه مزراعي حرشي لاعب مع الدهيس الدهيس وجه لوجه مع اي 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 وراء الكرة اش غيعمل بها الطالبي كيستعد الطالبي اذا صلاح كيستعد صلاح كيستعاد جول 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 مولودية صقريبكة كتعدل الكفة عن طريق اللاعب صلاح أقريب بعد قذفة قوية ما كتركش حد الحارس الصافي كترتطم في القائم كتستقر في المرمى وكتغير النتيجة وتصبح تعادل 1-1 بين الفريقين الجديد كتعرفوا قاعة مولاي يوسف المولودية كتعدل الكفة عن طريق الهداف والقناص المرعب الحراس صلاح أقريب أونيطة الزيان مهمة مراقبة المزرعي فيما النواري أوه المزامزة النواري النواري مازال محتفظ بها جميلة جميلة أوه جول 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 المزامزة كتضيف الهدف الثاني بعد تبادل كروي جميل ثلاث ضربات الرابعة في الشباك صراحة هدف يدرس من المزامزة اللي كتضيف الهدف الثاني بعد مرور حوالي 16 دقيقة النتيجة كتغير وكتصبح 2-1 للمزامزة وفضل لحظات وقت مستقطع كيطالب به مدرب فريق مولودية خريبكة محمد طالبي شنون الصواري كيستلم بين اوه يا حرشي برافو برافو مقدم مقابل رافقهم في 4 محاولات اوه هذه خطيرة هذه خطيرة هذه خطيرة هذه خطيرة عند زكريا زكريا وجه لوجه مع سفيان كيقذف فوز هذا خرج جميل مرتين فلاح فلاح جميل عند النواري اوه حرشي اوه الله 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 شابو شابو من حارس فريق المولودية حرشي عز الدين من هذا المنظر سأقف كما يقولون احتراما واجلالا وصفق الحارس مولودية خريبكة حرشي عز الدين على هذا اللقاء الكبير التدخل والمحاولات وتدخلات الحراس صراحة كما كنشاهدوا بينما هذه خطيرة خطيرة المولودية جميلة اي 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 جول 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 مولودية خريبكة كتقلب طويلة على مزامزة سطاتي في هذه اللحظات بعد ما فتح لهم ثغرة دفاع المزامزة للحارس الشافعي شكل حائط من 3 لاعبين وفتح ثغرة المعاد بورقجام اللي بقى بوحده وصلاح استغل ومرة تمريرة فوق طابق البورقجام اللي موجود شعناع في إيداع كرة داخل مرمى الحارس الشافعي يا 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 الله 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 صدر صلاح اش غيعمل كيهدأ اللاعب عن الطالبي اذا قبل لحظات الحكم كيعلن على نهايه المقابله بتفوق فريق مولودية خريبكة على نظام زاستاتي في لقاء مثير ومجنون وهيتشكوكي سموه كما شئتم ب3-2 لقاء وفى بكل الوعود اذا شكرا لكلا الفريقين لا مولودية خريبكة لا مزامزة سطاتي على هذا اللقاء الجميل اذا كان معكم عبد ربي محمد دحمان من مدينة خريبكة اذا شكرا لكم سيدتي سادتي ما بقى لي الا ان اودعكم في امل اللقاء بكم في فرصة قادمة بحول الله والى اللقاء كان صعيب شوية حيت بما ما تصعبنا علينا الماتش خرجنا نلعب بالورد الحمراء وخرج في الدقائق الاولى في الدقيقة 3 كملنا بحال هكا كون سجلنا حاجة ميطا دوزنا ميطا تقيت انه جبنا 3 بوان كان الفرق ديال الدراري عياو وتكرفسنا الحمد لله ما حطيناش يدينا باقي لنا 5 ماتشات يعني يكون خير في المقابلات الماجية نشوفوا لا نتسناو تعطش الفرق الاخرى ونتمناو يكون حد اوفر في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المباراة دازت صعيبة كما كتشوف أول حاجة نشكر السيمو
التقنية تاع المباراة فجر سبور، تشكركم من هذه المباراة. خويا سيمو، المباراة كانت صعيبة في الأطوار تاعها كيما شفتوا، خويا كنا خاسرين باش ترجع في أجواء المباراة صعيبة شوية، كانوا عندنا غيابات، الحمد لله تغلبنا على هادشي، خويا اللهم لك الحمد، عندنا خويا طموح عندنا إن شاء الله باش نكملوا فيه حتى لآخر رمق، حتى المباراة الأخيرة إن شاء الله، وأوبجيكتيف غيبقى هو الأوبجيكتيف. الاخر مباراه اللي كتب الله مرحبا بها، غادي نبقاو لاعبين ماتش بار ماتش، اي ماتش كنلعبوه على حساب الفوز، انتظروا تعثر بعض الخصوم ان شاء الله، ونديروا اللي علينا والكاميرا الله. شكرا.